خلوني ارحب بضيفي دكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئه الدواء في صاله التحرير. منورنا، اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك استاذه فاتن. اهلا بيك. خليني بقى ابدا، لان الحقيقه هذا الملف يعني ما فيش بيت ما فيهوش دواء، ما فيش بيت ما بياخدش ادويه بمختلف الانواع. ازمه الدواء في الفتره اللي فاتت على مدار الشهور اللي فاتت الحقيقه ونتيجه للاوضاع اللي كانت موجوده كانت مشكله كبيره عند الناس وعند الحكومه، والحكومه وعدت انها هيتم توفير الادويه في على مدار فترة معينة واتدخلت بكل قطاعاتها. ايه الاخبار النهاردة وحضرتك معايا؟ يمكن احنا كنا بنتكلم ان ده اول لقاء بقى من هيئة الدواء مع الناس في الاستوديو. ايه الاخبار النهاردة؟ ايه الوضع؟ صحيح، يمكن زي ما حضرتك وضحتي دلوقتي عشان برضو الصورة كلها تبقى واضحة من البداية، ان هو كان تحدي بيقابل قطاع كبير، قطاع الصناعة بشكل عام. صحيح. اول تحدي كان هو عدم وجود سيوله دولاريه وعمله اجنبيه متوفره للصناعه علشان تقدر تشتري وتستورد بيها المكونات الصناعه ومكونات الانتاج والمواد الخام. وبفضل ربنا الحمد لله طبعا لما الحكومه خدت القرار وبدانا في تدبير العمله وتحرير سعر الصرف، اصبح عندي سيوله دولاريه واصبح عندي سيوله في العمله الاجنبيه، اصبحت كل المصانع قادره على استيراد كل المواد الخام المطلوبه. بل على العكس كمان بدانا في عدد من الاستراتيجيات اللي بتساعد قطاع الصناعه على بناء مخزون استراتيجي سواء من المواد الخام او من المستحضرات تامه الصنع علشان نقدر نوفر كل الادويه الخاصه بكافه الامراض في السوق المحلي. خلينا نقول ان هذه التحديات لما كانت بتواجه مش بتواجه الصناعه بس، بتواجه الصناعه وايضا الاطراف الاخرى في المنظومه، منها قطاع المخازن والتوزيع وقطاع الصيدليات، وفي الاخر بتنعكس على المواطن في السوق الدوائي. لما بدانا يحصل فيه سيوله في موضوع الاستيراد، طبعا سهلنا موضوع الافراجات واصبح عندي معدل افراج عن الخامات ومعدل استيراد الخامات في خلال الشهور الثلاثه والاربعه الماضيين زاد للمعدلات تقريبا ضعف المعدلات الطبيعيه، ضعف المعدلات الخاصه بالشهور السابقه او حتى بمقارنه بالسنه اللي فاتت. اصبح عندي معدلات او وجود الخامات الدوائيه سمح برجوع معدلات الانتاج في المصانع الى معدلاتها الطبيعيه، وبالتالي اصبح عندي نسبه كبيره جدا من الادويه اللي كانت فعلا في شكوى او استفسارات عنها اصبحت تبقى متوفره في السوق المحلي. بدانا نشتغل مع الموزعين وعلى القطاع المخازن اللي هم الاطراف الاخرين في المنظومه من خلال منهجيه مختلفه. بنزل بمنظومه للتوزيع الافقي بحيث ان انا اقدر اتيح اكبر عدد ممكن من الصيدليات والاماكن اللي على مستوى الجمهوريه في محافظات يعني الجمهوريه. يعني ايه توزيع افقي؟ علشان توزيع افقي ان انا بدل ما ابقى بوزع مثلا او شركه او مصنع سواء كان بينتج او بيستورد، بدل ما بينزل بكميه معينه من الدواء على عدد معين من الموزعين في نطاق جغرافي معين، لا انا ببقى في ضمن بوسع الرقابة. المحافظات اللي هو بيوزع ضمن الاجراءات الرقابيه وضمن اجراءات المتابعه مع الموزعين ومع المصانع، ان بضمن ان كل الكميه اللي بيتم اتاحتها في السوق بتروح لكل الموزعين وبتروح لكل المحافظات، وبالتالي بدل ما كان في مستحضرات معينه بتتوزع ممكن على نطاق معين من الصيدليات، اصبح عندي زودت عدد الصيدليات اللي بيروح لها هذا المستحضر او الاصناف المختلفه. كويس. وبالتالي اصبح الشكوى او الاستفسارات اللي بتيجي من المواطنين عموما او من الصيدليات قلت بنسبه كبيره جدا جدا. تجاوزنا نسبه تزيد عن 95% من ازمه نقص الدواء الحمد لله. اصبح عندنا كل المصانع والخطوط الانتاج رجعت لمعدلاتها الطبيعيه. فالحمد لله يمكن خلينا نقول برضو على المجموعات العلاجيه وعلى راسها ادويه الامراض المزمنه، أدوية الأمراض الضغط أو أمراض السكر، كل الأدوية الخاصة بهذه المجموعات العلاجية كل الأصناف اللي فيها أصبحت متوفرة وموجودة في المخازن والتوزيع والصيدليات بفضل ربنا الحمد لله. خليني بقى أتكلم مع حضرتك نقطة. أنا طبعا هرجع لفكرة الأنسولين وأدوية الضغط والكلام ده، لأن يعني في النهاية المحك الرئيسي إن المواطن ينزل الصيدلية يلاقي الأنسولين، فهو ده اللي احنا إيه يعني وهو ده الحقيقة اللي المواطن شايفه. يعني ربما انا عارفه ان سوق الدواء ده حاجه كبيره جدا وعمليه تصنيع الدواء دي حاجه يعني عمليه كبيره قوي، وانا عايزه ابداها بقى مع حضرتك بالنقطه اللي انت قلتها. كهيئه الدواء المصريه انتوا بيبقى لكم دور من المصنع نفسه وفكره التصنيع وخطوط الانتاج والرقابه عليه والاعداد والكميات اللي بتخرج من المصنع. طيب احنا دلوقتي المصنعين كان عندهم ازمه ان ما كانش في مواد خام او نتيجه ان هي واقفه في الجمارك، نتيجه ما فيش عمله، كل ده الدوله قامت بيه ويسرته في فكره ان هي يقدر يخرج الماده الخام بتاعته فالمكن يدور. صحيح. تعملوا ايه النهارده علشان
تضمنوا ان المصانع فعلا خرجت الكميات المطلوبة؟ يمكن حضرتك بتقولي لا احنا خرجنا بمعدلات اكبر، بتضمنوا ده ازاي يا دكتور ياسين؟ طيب يعني وده سؤال مهم جدا، لان هاخد حضرتك بشكل اشمل على دور هيئة الدوائي في السوق. اولا هو المريض او المواطن لما بيروح يشتري علبة دواء من الصيدلية، هي علبة الدواء دي بتمر بمراحل كتيرة جدا قبل ما توصل لايد المريض. انا بطمن كل الناس ان احنا رقابة الهيئة او الرقابة الدوائية على سوق الدواء مش بتشمل فقط المنتج النهائي، ولكن هي بتبدأ حتى من قبل ما الدواء يتسجل. بمعنى قبل ما اي دواء ينزل السوق او يسمح لهم بالتداول في السوق المحلي، بيمر بعدد كبير جدا من الدراسات والتقييم ودخول عدد من اللجان وتحليل وحاجات مختلفة كتيرة جدا، بحيث ان انا اضمن قبل ما اصرح للدواء ان هو يبقى متواجد في السوق المحلي ان ذات جودة وسلامة ومأمونية وفعالية يستحقها المريض المصري. دي رقم واحد. طيب هل بخلص بعد ما بخلص التسجيل ويبدأ يتداول بينزل يتداول؟ قبل ما يتداول انا ببدأ الرقابة من قبل حتى دخول المادة الخام، ان انا بعتمد المواد الخام براجعها قبل ما تيجي تستورد، بياخد موافقات مختلفة لحد ما توصل المادة الخام. أول ما بتوصل بعمل عليها بعض التحاليل وبعمل عليها بعض العينات عشان أقدر أتأكد إن مطابقتها للمواصفات. بمجرد دخولها خط الإنتاج بيبقى عندي رقابة أيضا على خط الإنتاج وعلى كل يعني بيئة التصنيع وكل ممارسات التصنيع، بحيث إنها تبقى مطابقة للمواصفات العالمية. طيب بعد ما بيتصنع بسحب منه برضو بعض العينات وببدأ أتابع موضوع التوزيع إذا كان بينزل في كل الأماكن اللي بتداول فيها، بحيث إنها تبقى مطابقة للممارسات التخزين والتوزيع الجيد. بعد ده كمان ينزل للصيدليه وبقدر اعمل خطط لمتابعه، متابعه سواء عشوائيه او يعني خطط مسبقه التحديد، علشان اقدر اوصل لكل الاماكن اللي بيتم فيها توزيع الدواء وتداول الدواء عشان اضمن سلامه ومأمونيه وفعاليه في كل مراحل الدواء. هو ده دور هيئه الدواء، ده دور هيئه الدواء، ده المهام اللي بتنوط بيها هيئه الدواء. انا كان سؤالي في فكره، هل هيئه الدواء ليها دور او رقابه او اجراء قانوني ممكن ان هو يتم اتخاذه في الكميات اللي بيتم انتاجها من مصانع الادويه؟ يعني هرجع اوضح النقطه الخاصه بمواد الخام. المواد الخام لما بتخش اي مصنع او اي مستورد بيجيب الماده الخام، بيبقى انا عندي الموافقات بتاعته او الخطط الاستيراديه الخاصه بالمواد الخام، ببقى عارف كمياتها قد ايه. انا اللي بعمل افراج عنها، وانا اللي بنزل على خط الانتاج عشان اعمل متابعه لخطوط الانتاج والتصنيع والكميات اللي بينتج منها هذه المواد الخام، وبالتالي بحول الماده الخام لمنتج نهائي. فانا ببقى عارف الماده الخام الكميه اللي دخلت قد ايه، هتطلع كام علبه، المنتج اللي طالع منها قد ايه، وبالتالي لما يطلع منها منتج انا ببقى عارف احتياجات المحليه او الاستهلاك السابق علشان اقدر احدد المعدلات التقريبيه اللي انا بقدر اوفي بيها استهلاك المحل. هايل. يبقى احنا كده ده احنا عارفين الهيئه عارفه كام علبه دواء بتخرج من المصانع وكل نوع دواء قد ايه بمسايله بقى بالحاجات دي. التوزيع بقى لما بنيجي نوزع، وانا ليه بسأل السؤال ده؟ علشان الحقيقة عايز اوصل هو احنا امتى يبقى عندنا معرفة كاملة بسوق الدواء، بحيث ان انا ابقى كهيئة دواء عارفة مثلا ان الانسولين متوفر في الحتة الفلانية ومش متوفر في الحتة الفلانية، فاقدر ان انا اضخ. هل احنا وصلنا للمرحلة دي؟ في أدوية الأمراض المزمنة وفي بعض المجموعات العلاجية المهمة احنا بنعمل كده بالفعل. بنتابع من أول خروج المستحضر أو الدواء من المصنع أو من المستورد، بنتابع كل الأماكن اللي بيتوزع عليها. ويمكن شرحت لحضرتك موضوع التوزيع الأفقي، اداني فرصة أن أنا أقدر أتدخل في توزيع الدواء بشكل عادل على كل الأماكن. فبالتالي النهاردة لو أنا عندي مثلا مستحضر ما موجود في مصنع وأنا محتاج أن هو يوصل لمكان بالزبط، ببقى متابع لحد ما يوصل لكل الاماكن اللي انا محتاج ان هو يوصل لها، من خلال بقى التواصل المختلف والاستفسارات والشكاوى اللي بتوصلنا من خلال المنصات المختلفه لهيئه الدواء. طيب حضرتك قلت لي ان احنا يمكن حلينا 95% من الازمه اللي كانت موجوده، لكن برضو خليني وانا كمواطنه يعني، وكلنا بننزل نشتري الادويه وجالنا الحقيقه يعني حتى قبل الحلقه لما كله عرف ان حضرتك معانا فبدات الاستفسارات عن مجموعه من الادويه، ربما حتى يعني من الرسائل اللي جات على الصفحه هاخدها كنموذج الاستاذه فريده كامل، بتتكلم على الانسولين انه مش متوفر، وبتتكلم عن نوع مضاد حيوي هي بتستخدمه في غيرات الجروح نتيجه لامراض السكر، بتقول ان الاثنين مش متوفرين. الانسولين نسبه توفيره بقى قد ايه دلوقتي؟ لان ناس كثيره بتنزل تشتري، يا اما بتاخد واحده
ما بتبقاش واخده مثلا الكم بتاعها اللي هي ممكن انها تاخده لو حد عايز يشتري علاجه بالشهر مثلا، او ما بيبقاش لاقي متابعتكم كهيئه الدواء لفكره الانسولين الاول. طيب خليني اقول لحضرتك هي معلومه مهمه لازم برضو يعني هي تبقى عارفاها. احنا النهارده عشان نقدر نقول ان احنا وفرنا الانسولين بكميات تغطي الاستهلاك وتغطي كل المرضى والاحتياجات اللي هو مطلوبه، كان عندي الكميات على سبيل المثال، انا بديك مثال شهر 9 شهر أيوه. سبتمبر الشهر الماضي الكميات اللي دخلت بالفعل واللي بالفعل تم توزيعها وتم توزيعها بشكل عادل على كل الصيدليات هي تقريبا بتوصل لحوالي 1,200,000. في الطبيعي الاستهلاك تقريبا من 400 ل 500,000 في الشهر. فالنهارده لما ضخيت كميه اكتر من الطبيعي، انت ضخيت الضعف او اكتر من ثلاث شهور تقريبا، في حدود من ثلاثه يعني من شهرين ونص لثلاث شهور. فلو انا من شهرين ونص لثلاث شهور الكميات دي اوريدي موجوده. طيب هي موجوده فين؟ موجوده في جزء في الصيدليات، موجوده جزء في التوزيع، وموجود جزء في الاستيراد. هذه المراحل المختلفه هي اوريدي الثلاث او اربع شهور معدلات متوفره في السوق. طيب ليه هي مش بتقدر تلاقي، ليه بقى هي مش لاقيها، ليه هي مش بتقدر تلاقيها؟ اولا عندي نقطه مهمه جدا، ان في الفتره اللي فاتت لو احنا بصينا على عدد معين من المستحضرات الناس كانت بتبقى اول ما بتتوفر الناس كانت بتبقى حابه انها تاخد كميه مثلا او الاستهلاك بتاعها بتاع الشهر ده والشهر اللي جاي بحيث انها تبقى متاكده. لكن ده بنحب نطمن الناس دايما، احنا يا جماعه احنا لما بنشتغل على يعني مدى بريد. هو ده سلوك طبيعي ان الانسان لما ما بيلاقيش الحاجه وبعدين يرجع يلاقيها. ده طبيعي فعلا ان هو لما يبقى عندي من الانسولين المحلي تقريبا برضو الضعف المعدلات اللي تم ضخها، ومش بس في الصيدليات العاديه، انا بكلم حضرتك في القطاع الحكومي وفي المستشفيات، ده بالتعاون مع الجهات المختلفه سواء وزاره الصحه او هيئه شراء وغيره، بحيث ان يبقى عندي توفير لكل انواع الانسولين. طيب هل الانسولينات اللي موجوده دلوقتي في السوق فيها اي، احنا تقريبا الاستفسارات او الشكاوى على الانسولين اصبحت يعني ما بيجيناش دلوقتي حالا ما بيجي على صفحه يعني البرنامج يعني مدام فريده كامل. طب تعمل ايه هي يعني تعمل ايه علشان تتواصل معانا مباشره؟ طبعا يعني عندكم الخط الساخن كام يا دكتور؟ يا ريت نكتبه معانا على الشاشه يا استاذ عصام. عندنا اكتر من منصه واكتر من طريقه للتواصل، يمكن اولهم الخط الساخن 15301 15301، وده شغال يعني في اي وقت بيتلقى اي استفسار بخصوص المستحضرات سواء التوافر وغيرها. عندنا منصات ايضا على الموقع الالكتروني للهيئة، منها منصة توافر وهي خدمة برضو بتقدم إلكترونية علشان أقدر أدخل البيانات الخاصة بالمستحضر. بتقول لهم هو فين الدواء؟ بيتم يعني التواصل فعلا، انت متوفر بالزبط في الحته الفلانيه فممكن تروحي تاخديه. بيدخل الاستفسار بحيث ان انا اقدر اتابع معاه وابلغه باقرب صيدليه واقرب مكان متواجد فيه الدواء. عندنا خدمات الكترونيه اخرى منها استفسار دوائي لو في اي استفسارات خاصه بيه، معلومات يعني علميه عن الدواء. عندنا الابلاغ عن اثار جانبيه او الابلاغ عن اعلان غير ملائم وغيرها من الخدمات الالكترونيه الموجوده على موقع الهيئه. خليني اروح مع برضه فكره الكريمات او المراهم المضادات الحيويه، دي برضه كان فيها شكوى من الناس الفترات اللي فاتت، برضه تم حلها بنفس الضخ اللي حصل في الانسولين ولا دي المضادات الحيويه؟ يمكن وده احنا كنا بنعلن عنه بشكل دوري في خلال الثلاث شهور اللي فاتوا، احنا يمكن عززنا او زودنا ضخ من كميات مختلفه من المستحضرات، وصلت في المضادات الحيويه بشكل عام ما يزيد عن 34 مليون عبوه. كويس. طيب هذه العبوات من ايه؟ من كل المضادات الحيويه، كل اصناف المضادات الحيويه، سواء كان بقى الشكل الصيدلي هو اشربه او اقراص او يعني حاجات سيمي سوليد اللي هي الكريمات وغيرها، فكل الاصناف المضادات الحيويه اصبحت متوفره بكل مثائلها وبدائلها. طيب الاملاح الفوار يعني او الفوار، انا يعني برضو انا جايبه لحضرتك الحاجات اللي الناس بعتتها لنا الحقيقه، برضو ان فيها وخاصه فيما يخص اللي هو لو حد عنده املاح او ده مش موجود بتعملوا ايه؟ انا بيتهيألي المنتجات دي هي منتجات اساسا تصنيع محلي، دي ما فيهاش استيراد. في جزء منها استيراد وفي جزء منها بيبقى تصنيع محلي، بس خلينا نقول ان التصنيع المحلي احنا تقريبا مغطيين 92% من الانتاج المحلي او الاستهلاك المحلي، يعني 92% من الدواء اللي بيتباع او اللي بيتم استهلاكه في السوق المحلي 92% منه هو اوريدي منتج في مصانع المصريه. يعني مش عايز اقول لحضرتك المجموعات العلاجيه، احنا عندنا اكتر من 16 مجموعه علاجيه، يمكن حضرتك بتتكلمي على الفورات والامراض المزمنه، عندنا اكتر من 16 مجموعه علاجيه، كل المجموعات العلاجيه
بيتم متابعتها وتغطيتها، وزي ما قلت لحضرتك ان يمكن الفورات وامراض المزمنه هي على راس الاولويات اللي الحمد لله اتحلت بنسبه 95% او اكتر. بس انا شخصيا باخد فوار للكحه مش ببقى لاقياه، بس يعني يعني هبلغ عنه في الخط الساخن 15301 لو عايزه حضرتك فورا يعني. لا طب خليني بقى اروح مع حضرتك شويه، لان الحقيقه كان هناك جدل خاص بفكره استخدام المضاد الحيوي. يعني احنا برضو ما زلنا في مصر، ممكن يكون على فكرة دي ممكن تكون حاجة كويسة وحاجة وحشة، يعني ان انا بدل ما اروح وادفع كشف، لان في بعض المرضى ما بيبقوش قادرين ان هم يتوجهوا ويدفعوا كشف عند طبيب او واتيفر، فبيلجأ للصيدلي يديله مضاد حيوي. بس تقنين فكرة استخدام المضادات الحيوية في حد ذاتها، وانا عارفة ان الهيئة كانت عايزة تشتغل على هذا الملف، وصلنا فيه لحد فين؟ المضادات الحيوية دي يعني خطر بالنسبة مؤجل، هو خطر مؤجل في الوقت الحالي. احنا خدنا فيه اجراء، واجراء مهم جدا. اولا التصنيف العالمي وتصنيف منظمة الصحة العالمية للمضادات الحيوية هم ثلاث انواع. النوع الاخطر منهم هو النوع الريزيرف. الريزيرف ده اللي هو ايه؟ الريزيرف اللي انا ما بقدرش استخدمه غير باشراف الطبيب وفي مستشفيات وفي الحالات اللي فيها مقاومة للمضادات الحيوية. كويس. ما بلجأ لهاش غير في آخر خط من خطوط العلاج. كويس. هيئة الدواء خدت قرار في شهر 7 الماضي، هذا القرار بيقول عدد معين من المستحضرات الخاصة بالمضادات الحيوية، ويمكن أكثرها في شكل اللي هو الحقن سواء الوريدي أو العضلي. وهي دي الأصناف أو الأنواع المضادات الحيوية اللي غير مسموح ببيعها في الصيدليات، أو غير مسموح بتداولها بدون أولا روشتة وبدون إشراف طبي. فدي خطوة مهمة جدا، لأن احنا لو فضلنا مكملين على هذا النمط من الاستهلاك في المضادات الحيوية هيحصل مقاومة كبيرة جدا للمضادات، مش هنقدر نعالج حتى الأمراض البسيطة، الأمراض اللي بتجيلنا، الحاجات اللي هي البكتيرية أو بعض الحاجات اللي بتصيب يعني المريض البسيط. طيب يعني هو الحقيقه احنا يعني زي ما قلت احنا محتاجين نوصل لده يعني بشكل ما، حتى ان الناس تبقى في تقنين في الاستخدام. طيب. في حد ذاته. انا يمكن انا وقتي خلص، انا كنت عايز اسال بس يعني على فكره المسائل والبدائل، ان المريض ممكن ياخدها هو مطمن ان انا لو خدت مثيل ده ما فيهوش مشكله طالما الماده الفعاله، علشان برضو فكره ان احنا بنبقى عايزين دواء معين او اسم شركه معينه. فسريعا بس يا دكتور ياسين، يا ريت سريعا يعني حفظي. المثيل والبديل، المثيل يعني خلينا نقول هو نفس الماده الفعاله بنفس التركيز لشركه مختلفه او باسم تجاري مختلف، في حين ان البديل هو ممكن يكون ماده فعاله مختلفه او نفس الماده الفعاله بتركيز مختلف ولكن بيؤدي نفس الغرض العلاجي او له نفس الدواعي العلاجيه. طيب المثيل سهل جدا، حضرتك في اي صيدليه الصيدلي ممكن يوجه حضرتك للمثيل اللي انت محتاجه. البديل في بعض الاوقات، ويمكن هو الطبيب اللي بيوجه بشان البديل، ان هو بيبقى ليه دواعي علاجيه، نفس الدواعي العلاجيه لكن مختلف في التركيبه او مختلف في الماده الفعاله. طيب انا ابقى مطمن ليه ان المثيل او البديل؟ مطمن لان هيئه الدواء بتضمن لحضرتك سلامه ومامونيه وفعاليه كل المثائل اللي متاحه. مفيش دواء موجود في السوق الا وهو عدى بمجموعه وخطوات طويله جدا من الاختبارات والسلامه والمأمونية. بالتالي اخده وانا مطمن. اكيد. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني. إن شاء الله يبقى لنا لقاءات تانية. مشاهدينا الكرام، حاولنا إن احنا يعني نقول لحضراتكم على مجموعة من الاستفسارات، كنت بتمنى إن احنا يعني نسأل أكتر، بس هنوعدكم إن شاء الله دكتور ياسين يبقى معنا مرة تانية. بشكركم جدا، أشوفكم بكرة على خير، لكم مني كل التحية، فاتن عبد المعبود.